أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا بكل مشاهدي وأوفياء قناة دبي الرياضية من استوديو البوندسليغا مباشر في هذه التغطية الخاصة. أنا حسني الزغدودي وحييكم، سعيد بهذه المصافحة معكم عشاق الجلد المدور عبر شبكة قنوات دبي. تحية لكم أينما كنتم في الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج. هي كانت في مكان عزيز برش علينا، عزيز مش بالكلام كهو، اللي هو معروف في تونس كي تسمع 71 شاعر الحريه، معناها البنيه ذيك مقر الاذاعه والتلفزه، كانت مقر نتاع اذاعه وتلفزه بوقتها في الوقت اللي نحكيو فيه انفصلت، ما زالت معناها دار الاذاعه فقط، كما كانت دار الاذاعه والتلفزه وقدمت مواهب وقدمت شخصيات وتمثل جالب الى الذاكره الوطنيه الذاكره التونسيه. صحيح 71 شاعر حريه بديت غادي، نجم نقول لك دخلت يمكن 20 اكتوبر 94، وقتها شهر ونص قبل اطلاق قناه 21، وقتها في الريهارسل في العمليات التجريبيه وفي التمارين وفي الاختبارات المتعلقه باطلاق وقتها قناه شبابيه، معناها فيها منحه اتجاه رياضي اللي هي قناه الشباب قناه 21. ذكرها كي توا وقتها ما زلت انا طالب في معهد الصحافه علوم الاخبار في الليبسي، ودخلنا في معترك الحياة لصحة العبارة، وقتها زافي وقتها في سيري دو تيست، من باتري دو تيست واختبارات تحت اشراف زاد ناس نذكرهم بالخير ولازم يسميهم، تحت اشراف زياد طروش، منظر جبنياني، وقتها حتى قيس رقاز في الليكيب نتاع الانكادرومون اكبر مني شويه قيس في العمر، دونك بون صادق بو عبان وعبد الحفيظ الهرقام وقتها كرئيس مدير عام المؤسسة الإذاعة التونسية. وقت باهي، وقت باهي، وقت بتاع ناس كبارات الحقيقة وتكوننا فيه، وكانت مرحلة معناها تأسيسية بو قناة 21. لكن باش نختصر لك مسار نتاع ولد التلفزة، وأنت نعرف اسم البرنامج هو ولاد التلفزة. المسار نتاع ولد التلفزه بالنسبه لي انا يبدا غادي قناه 21 بعد بعام اذاعه الشباب اطلاق الراديو، وكان الاطلاق زاد وسط معناها هاله اعلاميه كبيره وجيل ذهبي تو يمكن نحكيو عليه بعد، وهذه فرصه باش ذكرت لي زاد بالزملاء وكذا نتاع اذاعه الشباب. بعد عملت وقت 3-4 سنين في القنوات هذه الشبابيه صحت العباره، وبعد جات التجربه نتاع قناه 7، تسمى وقتها قناة 7 باش ما نحرفوش لسامي بيان، وعملت حتى تجارب في ار تي سي كم مصافحات إذاعية معناها باللغة الفرنسية، فوالا الوطنية وبالتوازي اتحاد إذاعة الدول العربية لاسبي، وبعد جات حاجة أخرى. أنا قلت لك كنت في ليبسي نقرا، وكنا دونك صحافة علوم أخبار، وما كانش عندنا اختصاص رياضة في اليونيفرسيتي في الجامعة في تونس. بعد عملوا ماستر سبور في قصر الصعيد هذاك لاحقا، لكن نذكر انا كنت اختصاص سمعي بصري اودي فيزيويل على موجه للاختصاص بتاع التلفزه، وحتى في الجزم سيكر حتى في الاعلام التلفزي عندنا اختصاص اعلام سياسي ولا اعلام اقتصادي ولا اجتماعي، يا في با حاجه اسمها معناها فورماسيون سبورتيف، وبدو الاعلام الرياضي ما يتقراش والتعليق ما يتقراش في الجامعات. المهم موهبه بون، مي التكوين بيسول العلمي مهم، التكوين في معهد الصحافه مهم ينجم يعاون، دونك سينو دخلت انا رياضه وقت قناه 21 وقت فما مصلحه الرياضه اللي يشرف عليها منظر جبنياني، واثر وقتها الاولاد نتاع الصحفيين اللي وقتها تكونوا النواه الاولى نتاع مصلحه الرياضه في قناه 21، وعلى فكره كانت مصلحه كبيره، انا في ان سيرفيس بور افيك 25 جورناليست، رجاء السعداني، رستم الشريف، سهام العيادي، حدمي العجيمي، بابا عصام خلط في ذات شباب، عصام الشواني، نجوى الطالبي، نبيل خيرات، معناها يافي اون كروند ايكيب ماهيش سهله، معز بولاحية معناها انا وبرشا معايا جماعه اخرين، دونك عملنا سبور اذاعه شباب، عملت سبور، ما منعنيش راه عملت برامج اخرى
في قناة 21 نتذكر أنا عملت حتى برامج في رمضان، عملنا إنتاج، عملت سنابل أنا ورازي، عملنا سنابل نتذكر رازي بدا سنابل وبعد مشي بدل عمل برنامج آخر موسيقي قبل لحد رياضي وخذيت عليه أنا سنابل اللي هو برنامج فلاحي 100%. أنا هكتوا جبت لي محور مهم اللي برشا ناس ما يعرفوهوش، أنتجنا برامج معنا متنوعة اقتصادية كذا اجتماعية خدماتية، سنابل كان برنامج خدماتي فلاحي بامتياز، صورنا الحليب في بوسالم وفي باجة وصورنا القوطة وصورنا السرادك والدجاج في في اللي فارم في الضيعات المزيانه بتاع تونس، هي عملنا برشا حاجات وبرامج اخرى والله ما نستحضرهاش توا، مع امال الشاهد يذكرها بالخير زميلتي امال، عملنا برنامج ناجح جدا يكاد يكون اسطوري في تاريخ اذاعه شباب 98 اسمه في انتظار المونديال، قدمنا معناها بلدان المونديال مش تقديم رياضي على هامش كاس العالم بتاع فرنسا 98، عملنا تقديم خاطر وقت تونس تشارك معنا في الحفل الكروي، عملنا تقديم للبلدان المشاركة وكان تقديم معنا جغرافي سياسي اجتماعي أكثر منه رياضي، وعملت برامج أخرى دونك الصحافي يلزم يكون كامل يلزم يبدو تشيع تو معنا ماهيش مزيه فهمت فوالا دونك ما يقعد الاختصاص أساس الرياضي. وأنت سألت على مرحلة التعليق، صحيح هي مرحلة التعليق الكومنتير تمثل معنا أكبر مرحلة في حياتي تقريبا من 94 ل 2006، وحتى معناها اسمي تقدم كمعلق الحقيقه قبل حتى مرحله التقديم والاستوديو والسيتيرا فهمت. لديكم علاقه متينه بالعالم العربي لاسباب عائليه، سيد انفانتينو علمنا انك تتكلم عربي، هل من تفاصيل؟ تحكي عربي استاذ؟ لا 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 تحكي لبناني. لبناني 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 يعني لايكي والشغلات هذيك. No, it's obviously obviously the family reasons. شوي شوي. But I think more generally. عامة وبعيدا عن أي مداعبة، أنا مؤمن بعالم بلا حدود. نتعلم من بعضنا البعض، والتنوع الإنساني هو مصدر ثراء في مجال العلاقات. أنا مثلا ساعدني تحدث اللغات أن أكون قريبا من عالم كرة القدم، حيث أرى هذا الشغف باللعبة هنا في العالم العربي. Independent of any other reason. So maybe the family missed to immigrate in the Arab world, not in Switzerland. Let's see, inshallah. Inshallah. بوال مثلا كانت مرتبطة أيضا بالدور الألماني، القناة معنا كانت موقعة معنا موقعة عقد حصري لبث البوندسليغا معنا ما يسمى بالبوندسليغا الدوري الألماني، أو العقد كان بدأ في 2006 وتزامن مع توقيعي أنا أيضا مع القناة وبدأت الرحلة. نذكر معنا 4 أيام بعد ما وصلت مطار دبي الدولي عملت استوديو نتاع باير دورتموند، وكانت لحظه فارقه لانه كما التوانسه يعرفوا ما نزيدهمش جديد، معناها كي تخرج للونيفو عباره على الجوار كل تلعب في كيب كبيره في تونس، صحيح كنت تلعب في الكلوب ولا في الاسبيرانس ولا جو سي با في سي اس اس ولا في ليتوال، اما وقت اللي تصحى مع فالونس ولا مع انتر ولا تصحى مع الريال ولا مع برشلونه تعطيك نوتر ديمونسيون، والعقد مع دبي الرياضية اعطاني معناها اعطاني حاجات زايدة إضافة على التجربة بتاع تونس، وكهو نشكرهم على ثقة مؤسسة دبي للإعلام من أعرق المؤسسات في مش في الإمارات فقط في منطقة الخليج العربي وفي منطقة الشرق الأوسط في الميناء الكل على في الميدل إيست نورث أفريكا، مؤسسة قديمة وأعطتني حاجات خاطر احنا راهو تكويننا هنا لازم نقول الحقيقه معناها تكويننا ديما يحتاج الى اضافه، وعرفت كي خرجت لبرا اللي احنا معناها نقعدوا ديما ناقصين في تونس ماناش كاملين، ما لازمناش نكونوا عندنا معناها هكا معناها كومبلكس دو سوبريوريتي معناها مركب تفوق على سي با فري. دونك انا من تجربتي شخصيا نقول اللي على مؤسسه كي مؤسسه دبي للاعلام عطاتني برشا بلوس واليات العمل المختلفه ونظم العمل المختلفه والمحيط والكونتكست كل مختلف والامكانيات مختلفه صحيح. اي فوالا 11 سنه بقى 12 سنه توا في دبي الحمد لله هكا رايت الوالدي. مجدي ماذا حدث يعني بين زمنين، يعني بين زمن مجدي تراوي الذي رفع مع برتران مارشان يعني كأس أبطال إفريقيا ثم لاحقا مع نبيل معلول لقب آخر في الشامبيونز ليج لنفس البطولة، ماذا حدث يعني بعد 6-7 سنوات
لكي تفتقد الشامبيونز ليج حاليا للانديه التونسيه التي خرجت يعني بعد هزائم الترجي والصفاقسي؟ في الحقيقه كابتن حسني، يعني أؤيد كلام يعني الكابتن لوتشي البنزرتي، لأنه كلامه 100% صح. لأنه بعد الثورة يعني شفنا أن، خليني أقول، الدوري التونسي ولا حتى الدوري المصري يعني ضروا كثير يعني من الثورة، وخلاو يعني لجماهير اللي كانت هي السند الأول للفرق الكبيرة هون في تونس، خاصة خليني أقول اللي تساند فرقها ودائما متواجدة في المناسبات الكبرى، هذا يعني يقلص من 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 شأن يعني البطولة، ويقلص يعني من حماس اللاعبين، ويقلص كذلك من حماس الإدارة. يعني ما عادش فما مدخول قار، خليني أقول، للأندية التونسية لليوم حقيقة يعني تعاني من مسألة المال. يعني برشا فرق تونسية ما عدا يمكن ثلاثة أو أربع فرق يعني الكبرى، الفرق الأخرى تعاني يعني معاناة كبيرة من أجل يعني جمع الأموال لتسديد يعني حتى رواتب اللاعبين، فهذا يعني يضر، خليني نقول، بالأندية الأخرى الكبيرة، لأن ما عادش تلقى منافسات على مستوى عالي باش نجم تتحسن، باش نجم يعني تطور من مستواك. خليني نقول هذا الكل يعني راجع كما قال الكابتن لطفي البنزرتي، اللي هو سبب رئيسي اللي هي حدوث الثورة. لكن باش نرجع لك حسني كذلك على سبب الإحراز يعني على لقب اللي هو لقب موش سهل، لقب تشامبيونز ليج الإفريقي، لازم يتوفر عدة عوامل. أربع مرات مجدي، أربع مرات عندك مجموعة لاعبين منافسين على تونس، لديها أربعة ألقاب لكي أكمل كلامك، أربعة ألقاب في الشامبيونز، أربع مرات وثمانية في كأس الكونفدرالية، البلد الأكثر ألقابا في كأس الاتحاد الإفريقي، ثمانية ألقاب وأربعة على مستوى تشامبيونز ليج، منها اثنتين لمجدي يعني تراوي، لديك النصف. صح فكرة كابتن، لديك النصف ألقاب تونس في تشامبيونز ليج، ما شاء الله نمسك الخشب يعني. الحمد لله، الحمد لله كابتن حسني، لك كنت نحبذ تكون أكثر، لكن الحمد لله. والله فماش احلى حوارات، والحوارات كل مهمه الحقيقه، من لاعب ما عملتش مع رابطه محترفه ثانيه باش ما نكذبش، من رابطه محترفه الاولى من منزه ورادس وقبل زويتن وكذا، من الحوار هذاك اللي عملناه في التسعينيات وفي بدايه الالفيه الثالثه، الحوار مع بيكن باور ولا مع بيلي في دبي، كل حوارات وكلها جات في وقت معين وكلها ساهمت. صحيح فما حوارات سمعت ما نكذبش، فما حوارات عملت اودينس، فما حوارات معناها كلموني عليها من كل بقاع العالم كما يقولوا. صحيح صحيح، كي تعمل ربع ساعة وان اون وان يعني واحد ضد واحد كما يسميو لي زونجلو ساكسون معناها مع بلي، ولا تعمل 17 دقيقة مع جاريت بيل وقتها هو ومازال معناها في وجه العطاء نجم ريال مدريد ونجم ويلز. صحيح كي تعمل حوار مع دييغو مارادونا بالإيطالية، صحيح، ودييغو شخصية معناها كاريزماتية بامتياز، صحيح، حوارات دبي الرياضية، صحيح، عطاوني معناها عطاوني سمعة وعطاوني معناها كريديبيليتي، مصداقية، الناس تعرف من فرانس بيكنباور وقتها في ميونيخ، ما عرفش أنا أوليفا كان ساعة وربع في وسط استوديوهات دبي في 2007، صحيح، أوليفا كان ساعة وربع كانت قوية، الألمان الألمان ما تعرف طابع شرس. أنا فما حوارات يسمعوا، نستعرف لويس فيغو، روبرتو كارلوس، رونالدينو، كريم بنزيما حديثا قبل ما نجي لتونس في العطلة ذي، فما حوارات عندهم طابع خاص. صحيح تجربة الحد الرياضي من السطورة معناها اللي تكتبوا ببونت بخط عريض معناها في السي في نتاع حسني الزغدودي، نستعرف الحد الرياضي تحديدا من 98، من 97 استغفر الله، أول موسم تاع منظر جبلياني كمقدم 97-98 قبل ما يجي رازي القنزوعي، دونك أنا تحديدا من 97 حتى ليل 2005 اخر الفتره في تونس في مصلحه الرياضه، خيرت بقيت في المصلحه والاعتبارات عديده معناها ما كملتش في الاحد الرياضي، اما من 97 ل 2005 صحيح
عملت فيه صحافي، عملت فيه معلق باسكيت، عملت فيه معلق فوت نتاع تقريبا لماتش الكبار. وقت المعدين نتاع البرنامج عطوني ثقة نعمل نعلق على كوباكت الكبار، كل بسبانوس كل بيتوال بسبانوس اتوال. دونك عملت فيه صحافي، عملت فيه معلق باسكيت، كرة قدم، معد بتاع الـ NBA. عملنا فقرة في الأحد الرياضي في الليل، الرابطة المحترفة الأمريكية لكرة السلة، يعني نقولها بكل صراحة هايلايتس. عملت معنا الصديق غير عادي للتو معنا في تونس لباسكاتور، وغير المولعين بلعبة العمالقة يتذكروا على العامين بتاع الـ NBA. دونك اون دو مو عملت فيه باش نحصل التجربه تاع الحد الرياضي. بالنسبه لحسن الزغدوت عملت فيه صحافي معلق كورديناتور جينيرال منسق عام، معنا براتيكمون نعمل كل شيء مع المعد والمقدم، وقدمته وقت المقدم غاب تذكر، وقت عوفت رازي وقت كان عنده ظرف خاص مسافر، وعملت فيه كل شيء. دونك الحد الرياضي كانك تقول دارنا معنا، دار هذاك علاش مش من باب الصدفة اللي وتعاملوا مع كنت على قاب قوسين من الرجوع للتلفزة عبر بوابة الحد الرياضي 2016. يعني نخدم في مؤسسة دبي للإعلام، على نخدم في دبي الرياضية، وصحيح انه بين عندها تقريبا معناها اكثر من 90% من الماده الرياضيه معناها، وشرطو الماده اللي صحيح انا اختصيت فيها وعملت فيها اسم، سواء كانت امريكيه معناها جنوبيه وكوبا امريكا وبطولات القاره هذيك امريكا الجنوبيه، ولا بطولات اخرى نتاع دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج اللي حاجات عملتها في تونس على منتصف التسعينيات. دونك لا ما عنديش علاقه، بين مؤسسه محترمه معناها اللي يخدموا فيها محترمين ربي يعينهم. تبقينا ما انا ما نحكيش على حاجه ما صارتش معناها، باين ينجموا معناها ينجموا يسعوا لضم معلقين معروفين، والمعلقين زاد اللي عندهم سواديزون اسم ينجموا يطمحوا للالتحاق ببيين. انا ما عنديش بهم علاقه بار انه كان فما حاجه تتعمل عبر العقود وعبر المفاوضات الرسميه. معناها باين كلموني باين وهذا نجم نقولها وعلى مسؤوليتي وفي اكثر من مره، وما كتبش باش نوقعوا مع بعضنا وكهو معناها سي با ان سكري دو بوليشينال كهو معناها هي المساله مساله عقود وكهو. والله يمكن نفاجئك باش نقول لك انه مجال صحافه علوم اخبار، مانيش واصل للمجال بالصدفه، وعملت تو 24 سنه في المجال 24 دو سيرفيس، شعري شوية أبيض مخبيه بالجيل. لا معنا ربي كبرنا في طاعته، ما عادش صغير، و24 سنة خدمة عملت فيهم رصيد معنا، وخلي ديما الناس تحكم، هذا يعرفوها، أنا ما نحكيش باسمي، يعرفوا الناس. دونك اللي عملته أكثر من اللي ينجم مازال يتعمل، نقولها يمكن لأول مرة معناها للميكرو نتاعك، اللي عملته أكثر من اللي ينجم يتعمل معنا الحمد لله، واللي بقى عند ربي معنا يخبيه معنا فما علم الغيب اللي احنا ماناش مختصين فيه. دونك ما نعرفش غدوه شو يخبي، اما نجم نقول لك انه اللي عملته في 24 سنه معنا اذاعه وتلفزيون اكثر برشا من اللي نجم نعمله مازال معنا في المستقبل، الحمد لله وكاو الحمد لله. الاولاد التلفزيون هذه مساله مهمه برشا، نشكرك عليه السؤال. لي زونفون لا تيلي، اولاد التلفزيون نتاعنا اعطيتني فرصة باش نقول لهم يشدوا حيلهم. التلفزة اللي جا وقت وحقروها شوية، التلفزة اللي حبوا يبيعوها ونتحمل مسؤوليتي، والله يسامح اللي كان سببه اللي كان ورا الفكرة. التلفزة اللي معناها حقروها إلى حين أنه ولادها تقهروا، صحيح انه عندها مشاكل داخليه ومشاكل نتاع 1248 خدام ولا قداش، ونحكي على حاجه على بواطه نعرفها كيما نعرف دارنا معناها. دونك ماهمش يزايدوا معايا، مي التلفزه اللي كيما قلت لك معناها حبوا بطريقه او باخرى يضعفوها، وحتى لاسباب تجاريه متعلقه بمصالح ناس اخرى وبمصالح قنوات خاصه،
التلفزه هذه اللي السنوات الاخرى والقوله انا يعرفوني معناها ما نحبش اللغه الخشبيه ما نحبش نحكي هكا في العام اللي بعد الثوره معناها جات فتره انه معناها المرفق العمومي ولا على صفيح ساخر معناها واستغلوا الفتره باش حبوا يضعفوا المرفق العمومي وضعفوا للاسف. التلفزه هذه كما قلت لك اللي حبوا معناها يركبوا عليها سامحوني في العباره لاولادها اللي يغيروا عليها نقول لهم يشدوا حيلهم ونقول لهم اللي ما يقعد في الولاد كان حجره. صحيح انه بالتوازي ناس وراها عائلات وراها التزامات وناس اللي معناها صحيح كي ساعات كي تدافع على حاجات معناها ماهيش حاجات ونقول لك انا هكا ماهيش ملموسه اما ماهيش مثاليات هي اما تدافع على مبادئ وتدافع على بواتا معناها على بواتها جابت نجيب الخطاب وخدم فيها عبد الجبار البحوري وخدم فيها الله يرحمه جمال الدين البرحال بواتها تعدى فيها عبد العزيز العروي بواتها ما قدمت أمي تراكي بواتها قدمت برنامج واللي مازال فيها اسمه لحد الرياضي من 73 معناها يتعدى اونير معناها عمره اكثر من 40 سنه معناها بواتها عملت مسلسلات تاريخيه معناها في تاريخ الدراما العربيه مش في تونس كاو بواتها معناها قدمت رجالات من غير ما يسامحوني اللي يستحقوا باش يتسموا وما تسموش دونك ولادها لازم يدافعوا عليها ولازم يقعدوا يخدموا والماده ماهيش كل شيء صحيح انه الدنيا تبدلت والفضاء السمعي البصري البيزاج ولا صعيب ولا معناها كوتو ولا برودكسيون ولا صعيبه صحيح انه فما ناس معناها حطت البار تريو ومدعمين وكذا ومعناها حلفهم الحظ لكن بالتوازي ولاد التلفزيون لازم يخدموا زادا لازم يخدموا ويدافعوا على كل واحد اللي عنده بيبي معناها لازم يربيه ولازم يدافع عليه وبالتوازي يقعد زادا يتلهى بوه معناها هي رساله دونك واحد ما يضيعش والديه وما يضيعش ما يضيعش عائلته دونك ولاد التلفزيون لازم ما يضيعوش العائله نتاعهم والتلفزيون عائلتهم وكهو ان شاء الله كل عام والمؤسسه بخير.